هل هناك توقعات موجات أخرى؟ أنا جئت إليكم بعد تقدير موقف في رئاسة الأركان، ونحن مع شركائنا في الولايات المتحدة نراقب المجال الجوي، وأصدرنا التعليمات بالخروج من الملاجئ، وسنواصل تعقب الوضع، وإذا حدثت أي تغييرات سنطلعكم وأنا سأخرج إليكم فورا. هل ستردون قريبا؟ لدينا خطط واستعدادات قوية، وسنجري تقدير للموقف ونرد في المكان والزمان الذي نكرره. هل نحن في حرب إقليمية؟ نحن في حرب متعددة الجبهات منذ فترة طويلة. هذه ليست أول مرة يطلق علينا فيها من إيران. هذه المرة كان واسع بالصواريخ، وكان الرد للدفاع مبني بشكل جيد. لا يوجد إصابات لدينا بسبب التصرف المسؤول من الجمهور والاستماع إلى التعليمات والدفاعات الجوية وشركائنا أيضا الذين دافعوا عن مواطني دولة إسرائيل. نحن سنواصل التصرف بهذه الطريقة في الهجوم وفي الدفاع.